عايز اقول لك كمان ان بمجرد انتهاء المباراه عدد كبير جدا من جمهور الاتحاد الجده السعودي اكدوا ان هم هيكونوا متواجدين في مباراه الاهلي وفلومينسي البرازيلي مباراه سيمي فاينال المونديال ان شاء الله عشان يشجعوا النادي الاهلي. عايز برضه تطرقت لنقطه مهمه جدا وتناول الصحافه السعوديه للموضوع بما اننا برضه في السعوديه دلوقتي وشفنا وسائل الاعلام السعوديه بتتناول الموضوع ازاي. لا يعني عايز اقول لك الصحافه السعوديه ادت الاهلي حقه اكثر من الصحافه المصريه. يعني عايز اقول لك يعني كميه حفاوه كبيره باداء النادي الاهلي، كمية زي ما بيقولوا كده مش بيقللوا من فوز النادي الاهلي بالمباراة، بل على العكس تماما الناس بتحاول يضخموا الفوز وبيأكدوا ان الاهلي يستحق الفوز. المباراة اكدت ان هم ما كانوش في يومهم ان هم يستنوا التوفيق للاهلي. لا محمد ما تخليش الشبكة خلي بالك من الشبكة بس مش شبكة الجول، الشبكة بتاعتنا بقى التليفونات. ايوه عشان احنا داخلين على الكلام التقيل. ايوه كده حلو معاك يا عراقي، قول يا باشا. وصلت لحد ما انه التناول الصحفي في الصحافة السعودية كان تناول لطيف وظريف ودمه خفيف ويكاد يكون مشجعا لفوز الاهلي كمان. مظبوط، تناول محترف جدا جدا. عايز اقول لك كمان ان هم كانوا دي مش عارف سمعتها، هم كانوا يعني اكدوا ان هم هيكونوا حاضرين مباراه الاهلي في فلومينسي عشان يشجعوا النادي الاهلي في المباراه ويدعموا النادي الاهلي بما انه طبعا شقيق عربي ليهم، يعني ان شاء الله في مباراه سيمي فاينال المونديال. الاجواء بصراحه هنا اجواء يعني محترمه جدا، اجواء جميله جدا بالاشقاء، وان شاء الله باذن الله تكمل النادي الاهلي يقدر رغم صعوبه طبعا مواجهه فلومينسي الاهلي يقدر ان شاء الله يفوز، وخصوصا التصريحات الباسه بتاعت النادي الاهلي اعضاء مجلس الاداره واللعيبه كلها كانت بتؤكد ان هم جايين هنا عشان يحققوا انجاز ما اتحققش قبل كده وهو صعود للمباراه النهائيه. طبعا مباراه فلومينسي مباراه صعبه، ولكن زي ما كانت مباراه الاتحاد جده صعبه برضه، كانت كل الترشيحات والتوقعات بتروح لنادي الاتحاد جده السعودي، ولكن لعيبه النادي الاهلي قادرين ان هم يقلبوا التوقعات دي ويصعدوا ان شاء الله باذن الله للمباراه النهائيه. يعني تتوقع ان احنا هنفوز ان شاء الله؟ لا يعني الكوره دايما ظروف مباراه يا استاذ يوسف، حضرتك شفت اكيد المباراه بتاعت الاهلي والاتحاد الجده السعودي، الاهلي كان افضل طبعا، ولكن ما ننكرش ان ظروف المباراه خدمت الاهلي. لو كان الاتحاد الجده مثلا احرز ضربه الجزاء اللي جات له كان ممكن سيناريو المباراه يختلف. لو مثلا الاتحاد الجده كان احرز الانفراد اللي جاله قبل ضربه الجزاء الاهلي كان ممكن سيناريو المباراه يختلف. كل مباراه وليها ظروفها، ولكن اللي باكده لحضرتك لو النادي الاهلي في يومه ولاعيبه النادي الاهلي مركزين زي ما كانوا مركزين في مباراه الاتحاد جده وكولر حط الخطه المناسبه لمواجهه فريق بحجم فريق فلومينسي، وان شاء الله باذن الله انا كباين وده الاهم ان التوفيق يكون في صالح النادي الاهلي ونقدر نستغل الفرص اللي هتسمح لينا ان شاء الله في بدايه المباراه. اعتقد ان احنا قادرين، ولكن هي مباراه متكافئه، مباراه من وجهه نظري 50 50 ما نقدرش نقول مين كفته اربح، الفرقتين فرقتين كبار، الفرقتين عندهم نجوم كبير. والله يا ميسر تخيل بقى عراقي لو كسبنا ولعبنا مع مانشستر، يا نهار ابيض. وتخيل لو فزنا على مانشستر، يعني تخيل الاهلي يفوز على بس ما ينفعش إيه ده؟ ما ينفعش تسالني توقعاتك قبل المباراه. ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش تسالني توقعاتك لو لعبنا ان شاء الله مانشستر في النهائي ما تجيش تقول لي قبلها توقعاتك ايه للنتيجه. والله بص انا اتمنى بجد والله الاهلي يفوز في على البرازيليين ويفوز على الانجليز ويبقى ساعتها نصر مؤزر. انا اشوف ده بقى عارف في اطار ايه، فوز للكره المصريه وفوز للكره العربيه وتبقى حاجه جميله كده نقعد نتفخر ونتفشخر بيها كلنا. يا سلام سلم. والله كلنا كل النوادي العربي ان شاء الله ان شاء الله يحصل، بس اهم حاجه بس نمشي خطوه خطوه يا رب. دايما التفكير في خطوه في الخطوه معجله او تفكير في خطوه لسه اللي تفكير في الخطوه اللي جايه تفكير بعد الفني ان هم الاول يفكروا في مواجهه فلومينسي ويفكروا ازاي يعدوا او يتخطوا عقبه فلومينسي قبل ما نفكر في مواجهه النهائي ان شاء الله بامر الله خير. اشكرك جدا جدا ناقدنا الرياضي الكبير الزميل العزيز محمد عراقي. انا عايز اقول لكم حاجه برضو على حس المباراه والاهلي واتحاد جده وما الى ذلك، كويس انه عراقي الحقيقه اثار النقطه دي.